أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نسلط خلالها الضوء على التصعيد العسكري للحوثيين في تعز ونقل صواريخ باليستية إلى المحافظة بالتزامن مع تصعيد الحصار والقصف على المدنيين. كشفت لجنة التهدئة في تعز نقل ميليشيا الحوثي صواريخ باليستية إلى مديرية ذباب غربية المحافظة، ونقلت وكالة سبع عن اللجنة قولها إن الميليشيا نقلت الصواريخ على متن قاطرات من محافظة الحديدة إلى معسكر العمري بمديرية ذباب القريبة من باب المندب. يأتي هذا فيما تواصل الميليشيا قصف الأحياء السكنية وتصعيد حصارها على المنافذ، وبالرغم من محاولات لجنة التهدئة فك الحصار إلا أن الميليشيا تقف حجر عثرة أمام أي تقدم في هذا الشأن. على هذا الحال تتضاعف معاناة المدنيين وتزداد حاجتهم للمعونات التي لم تجد طريقا للوصول إليهم، وإن وجدت فلا تكفي من الاحتياج إلا القليل. استمرار تحشيد وتعزيز الميليشيا قواتها بصواريخ باليستية إلى تعز وتصعيد حصارها وقصفها على المدنيين هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. تنهش الحرب تعز، تسلبها الحياة وتحيلها إلى أشلاء مدينة حيث موت محدق بأرواح البشر. هو جزء من يوميات المدينة المحاصرة منذ نحو 14 شهراً. تصف المنظمات الإنسانية تعز بأنها سجن مفتوح يحوي مئات آلاف البشر. توزع الميليشيا قذائفها اليومية على الأحياء السكنية بشكل يومي، بينما لم توزع المعونات الإغاثية على المتضررين حتى اليوم، رغم مضي شهر على اتفاق التهدئة المعلن، ورغم زيارة وفود المنظمات الدولية وحديث المبعوث الأممي عن إدخال المساعدات إليها. تسير الرؤوس تحت سماء تعز على حافة قلقها، أو تصير في لجة القلق كلما تسربت من ثقوب خوفها قذيفة أو رصاصة قناص، حالة يبدو أنها ستطول ما بقي القتال مشتعلا في المحافظة، وظلت الميليشيا حجر عثرة أمام أي تقدم في عمل لجنة التهدئة المهتمة برفع الحصار وفك منافذ المدينة. لا تزال الميليشيا تحشد المزيد من قواتها وتعززها بترسانة عسكرية جديدة. تقول لجنة التهدئة في المدينة أن الميليشيا نقلت صواريخا بالستية إلى غرب المحافظة وبالتحديد مديرية ذباب القريبة من باب المندب. وذكرت اللجنة في بلاغ لها أن الميليشيا نقلت الصواريخ على متن قاطرات من محافظة الحديدة إلى معسكر العمري في ذباب. لا يحتاج المتفاوضون في الكويت إلى صور توثق هذه الخروقات والتعزيزات الحربية، لكنهم يحتاجون فقط إلى الإحساس بحجم المأساة التي تشهدها تعز المكتئبة بفعل الحرب والحصار. المدنيون هنا عالقون في قلقهم أيضاً، ليسوا أقل أرقاً من سواهم في أحياء أخرى تخضع لفعل الدمار اليومي. نار الأسعار صارت شريكاً جديداً في تخصيب قلقهم وتعميم قسوته، لتبدو صورة الحياة من هنا قاتمة. صحيح لا ملامح للحرب هنا، لكنها إرادة الناس في مقاومة ضنك العيش، يكافحون من أجل البقاء، غير أنهم يكابدون حرب السوق أيضاً. كل شيء في هذه المدينة عاطل، المنظومة الصحية ومنظومة الكهرباء والمياه ومنظومة الحياة بشكل عام. مشاهدينا، ينضم إلينا الآن عضو لجنة التهدئة في تعز الأستاذ ضياء الحق الأهدى. المساء الخير أستاذ ضياء. أهلا بكم أستاذ ضياء. يعني أبلغتم عن نقل ميليشيا الحوثي لصواريخ باليستية إلى مديرية ذباب، هل أبلغت لجنة الرقابة المشرفة على اتفاق التهدئة من قبل الأمم المتحدة بذلك؟ نعم، نحن نتواصل مع لجنة التهدئة في الكويت أولا بأول بكل الخروقات، ونرفع تقارير نصف يومية بكل ما يحدث من اختراقات وممارسات استفزازية وتمارسها الميليشيات، وبالتالي صدر عن اللجنة بلاغا صحفيا حيال هذه المسألة التي تهدد ليس فقط تعز بل تهدد أيضا المحافظات الجنوبية بنقل هذه الصواريخ إلى تلك المواقع الجديدة في ذباب. طيب، يعني ما هو الرد الدائم من قبل اللجنة
وكذلك ما هي ردود الأفعال المتعلقة بهذه العمليات ما يعني تقوم به ميليشيات الحوثي من نقل لهذه الصواريخ؟ أخي نحن لا نستطيع أن نقول أننا نأسف على ما يحدث من ردود اللجنة، لأن ردود اللجنة دائما تتحدث لنا عن ضبط الأعصاب، عن التحلي بالصبر، عن استمرارية المحاولة مع الميليشيات، وهذا ما تصنعه أيضا مع وفد الحكومة الشرعية في الكويت من محاولة لمثل هذه الأمور، وهي إطالة للوقت وتمكين للميليشيات من إعادة تموضعها وتمركزها. نحن الآن على يعني أكثر 40 يوما، قرابة 40 يوم منذ ما أعلنت التهدئة، والخروقات لا تزال قائمة، بل في الحقيقة لم تقم تهدئة بالأصل لا سيما في تعز. وبالتالي نجد من اللجنة الإشرافية العليا أنها فقط تتلقى هذه التقارير، ونعم تقرأها وترفعها إلى المندوب الأمم المتحدة، لكن حقيقة الأثر الواقعي لا وجود لأثر واقعي حقيقي في صد هذه الميليشيات وإيقافها عند حدها، على الأقل في مثل هذه الخروقات الكبيرة التي تنقل بها أسلحة ثقيلة وصواريخ وغيرها، وهو ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ ضياء الحق. ينضم إلينا الآن أمين عام نقابة الأطباء الدكتور صادق الشجاع. مساء الخير دكتور. أهلا بك دكتور. يعني حدثنا أكثر عن المنظومة الصحية في تعز، هناك أخبار غير واضحة حول هذا الموضوع، كيف يعني يمكنك إيجاز هذا الوضع في الظروف الحالية التي تمر بها المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع الصحي في تعز يقتصر بأنه وضع سيء حقيقة، أكثر من سنة وشهر تقريبا منذ بدء الحرب على هذه المدينة، ومستشفيات تعز تشهد كثير من التدهور، فنوجزها بأن أكثر من 37 مستشفى في مدينة تعز حكومي أو خاص، هذه المستشفيات مغلقة في هذه المدينة، لا يعمل منها غير مركزين أو مستشفيات لاستقبال الجرحى حاليا من المدنيين أو جرحى المقاومة. المستشفيات التي تعاني من عجز شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا طيب ما هذه المستشفيات دكتور؟ المستشفيات المغلقة ولا لا التي تعمل الآن وتستقبل الجرحى؟ المستشفيات هذه لا يوجد في تعز غير مركز الطوارئ الجراحي في هيئة مستشفى الثورة الذي يقصف يوميا، إلى اليوم لا زالت القذائف تصل إلى هذا المكان. وأيضا مستشفى الروضة الخاص، هم هؤلاء المستشفيات في هذه المدينة المحاصرة الذين يستقبلون عشرات الآلاف من الجرحى في هذه المدينة، وصل إلى الآن جرحى تعز إلى أكثر من 12,000 جريح وأكثر من 2,000 شهيد إلى الآن، ومنذ التهدئة فقط إلى اليوم أكثر من 60 شهيد وأكثر من 400 جريح في هذه المدينة. فنقول أن مستشفيات تعز تعاني الأمرين، مرض الفشل الكلوي، هناك مركزين في مدينة تعز، ونقول أن هناك عجز شديد في الأصناف الدوائية ومحاليل الغسيل الكلوي والكهرباء والمياه التي تعاني من هذه المراكز. مستشفى السرطان الوحيد في مركز في مدينة تعز هذا تم قصفه، والآن تم استئجار شقق فقط من أجل معالجة هؤلاء المرضى. المستشفى المركزي في مدينة تعز لمعالجة الأطفال ونسميه المستشفى السويدي، هذا مستشفى مركزي في المدينة، الآن مستشفى أيضا تعرض للنهب، تعرض للقصف، وهو مستشفى شبه مغلق حاليا. أيضا مستشفيات الأمومة والطفولة وأقسام النساء والتوليد في معظم مستشفيات المدينة لا تعمل. نقول هنالك غياب كامل للمنظومة الصحية الحكومية أو ما يسمى وزارة الصحة ومكاتبها في محافظة تعز، وخاصة مكتب الصحة في مدينة تعز وأيضا فروعها في المديريات. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور صادق الشجاع. أعود إلى الأستاذ ضياء الحق الأهدى. الأستاذ ضياء، يعني
كما تحدث الدكتور صادق عن هناك عن أن هناك 60 شهيد و400 جريح منذ بدء الهدنة كما قال الدكتور صادق، وهناك الآن تحشيد عسكري من قبل الحوثيين. ما دلالة هذه التعزيزات واستمرار خرق الهدنة في تعز؟ اللهم اكبر كريم. صديات تسمعني؟ ايوه اسمعك. نعم. هذا السؤال كنت اتحدث عن يعني من وجهة نظرك ماذا يعني هذا يعني استمرار التحشيد والتعزيز العسكري لهذه الترسانة الثقيلة الى تعز في ظل الخرق المستمر للهدنة؟ يعني اولا الاستهزاء والسخرية بالمنظومة الدولية كلها وبقرارات الامم المتحدة وغيرها، يعني ان هذه الميليشيات لا تؤمن بالحوار ولا تؤمن بالسلم ولا تؤمن بالالتزامات بالقيم بالقرارات الدولية. هي هنا وهي تحشد على تعز، الحقيقه نحن نعتبر ذلك تحشيدا ضد الامم المتحده، تحشيدا ضد مجلس الامن، تحشيدا ضد الاقليم، لانه انتهاك لقرارات امميه وقرارات اقليميه، وبالتالي هو يعكس القيمه التي تحملها هذه الجماعه الميليشياويه الحربيه، ويؤكد على عدم ايمانها بالسلم والسلام. واستهدافها لتعز له خصوصيه لا شك غير ذلك، هو انها تعتبر تعز هي العمق الوطني، المشروع العامل للمشروع الوطني. نعم. المشروع الاتحادي، مشروع الحوار، وبالتالي تريد ان تصيبه في مقتل، وتريد ان تذل هذه المحافظه لانها المحافظه التي ابت الا ان تحمل المشروع الوطني الجمعي الذي نناظر من اجله في طيب يعني في ظل استمرار التحشيد من قبل الحوثيين، هذا يعني انهم ليسوا مستعدين لرفع الحصار والوصول الى حلول يعني تقضي بانسحابهم من المدينه، اذا ما الجدوى من لجنه التهدئه في هذه الحاله؟ اقول لجنه التهدئه يا اخي فرع او تفرع عن 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 لجنه الشرعيه للمشاورات، وبالتالي انا لا اؤمن بان هناك جدوى من وجود اللجنه الشرعيه في الكويت واللجنه الشرعيه العليا. اما وجود الفرع فهي مساله فرعيه جزئيه بسيطه، يمكن من خلال وجودها ان ترصد وتحصر الخروقات، عسى ان يفيق العالم الذي لا يزال في غفوه وسبات امام هذه الميليشيات، الذي لا يزال يعطيها مزيدا من الوقت، مزيدا من التساهل، مزيدا من التدليل وللاسف الشديد. وبالتالي نحن هنا لنرفض هذه الخروقات، لنقيم الحجه على العالم اجمع اننا في حاله ينبغي ان يقف العالم وقفه جاده، وتقف الامم المتحده ورعاه المبادئ ورعاه التشاور وقفه جاده حيال هذه الميليشيات، ويعززون من الموقف الانساني الواجب فعله حيال تعز فك الحصار عنها ورفع الحصار وايقاف القتل والدمار الذي اصابها منذ اكثر من عام. نعم، اذا عضو لجنه التهدئه في تعز الاستاذ ضياء الحق الاهدل كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود إلى أمين عام نقابة الأطباء الدكتور صادق الشجاع. دكتور، يعني يجري الحديث عن حالات استحالة أو تم يعني كان من الصعب معالجتها في مستشفيات المدينة، وكذلك كان من الصعب إخراجها إلى خارجها، ويعني تركت للموت. هل من نماذج فعلا حدثت بداخل المدينة؟ حقيقة هذا الصمت بالبكاء هو لا يؤلم كل شخص في مدينة تعز تعامل مع هؤلاء الفئة من الناس. لدينا في تعز أكثر من 515 حالة تقريبا تحتاج إلى معالجة في مراكز متخصصة خارج اليمن، وإلى الآن لم نستطع أن نقدم لهم شيء. تم إرسال كشوفات بأسمائهم إلى مركز الملك سلمان، ومن ثم إلى على اساس انهم سوف يتم نقلهم الى السودان للمعالجه، والى الان اكثر من تقريبا 3 أشهر ونصف ولم نستطع ان نقدم لهم شيء. طيب ما هو الرد الذي جاء من مركز الملك سلمان باعتباره الجهه الاغاثيه الاكثر فعاليه على حسب المعلومات المتوافره؟ حقيقه كانت هنالك في البدايه عباره عن ترتيبات ل من يستحقون السفر، فتم رفع كشوفات إليهم بهذه الحالة، وأتانا الرد أن هنالك بعض الحالات
قد تم سفرها إلى أماكن بسبب طول فترة الانتظار بعض الجرحى، قد يكون باع ما لديه من ممتلكات من أجل أن يعالج نفسه، منهم فعلا من ذهب للعلاج بصفته الخاصة أو عن طريق جمعيات معينة أو عن طريق فاعلي خير. فهنالك بعض الحالات تقريبا تم سفرها بدون الرجوع إلى اللجنة المتخصصة في هذا الجانب، وكثرت من عن طريق الجهات التي نتعامل فيها عن طريق مركز الملك سلمان أن هنالك حالات لم تكن تقاريرها واضحة. وأنا أعتقد أن هذه الأمور ليست من الصحة بمكان حتى نستطيع أن نغفل العدد الكبير من الجرحى الذين يحتاجون أكثر. لدينا تجربة من العام 2011، كثير من الجرحى تم نقلهم إلى إسطنبول وتركيا، كثير من الجرحى تم نقلهم إلى قطر، كثير من الجرحى تم نقلهم إلى الهند، ولم نكن نعاني الصعوبات التي نعانيها حاليا. أعد محافظة منذ أشهر طويلة لم نستطع أن نقل جرحى عن طريق جبال ووعرة جدا حتى نستطيع أن نقل إلى عدن، وإذا وصلنا إلى عدن لا نجد المطار المناسب أو مطار مفتوح لنقل الجريح إلى مكان آخر. أرجو أن تتفضل الدكتور. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أخي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. يعني يجري الحديث عن مواصلة حشد المتحاربين إلى تعز من قبل الميليشيا، بينما يتوقف الحديث عن تعزيزات عسكرية للمقاومة والجيش الوطني. يعني في ظل معطيات مؤلمة كما ينقلها لنا الدكتور صادق الشجاع، إلى أين تذهب تعز في ظل هذه المعطيات؟ أعتقد أن هذا السؤال في ظل هذه المعطيات يجب أن يتوجه أولا إلى رئيس الوزراء ثم إلى ورئيس الجمهورية، وقبلها كان يجب أن يتوجه هذا السؤال إلى غرفة العمليات في الجيش اليمني وإلى الأخ رئيس هيئة الأركان أو أولئك القائمين على الجيش في الجمهورية اليمنية. هؤلاء هم المسؤولين عن السؤال المهم، باعتبار أن العملية استعادة الدولة سنة وثلاثة أشهر المقاومة الشعبية في تعز وما يعرف بالجيش الوطني طرحوا في فواهة المركع، تحمل هؤلاء الناس يقاتلون منذ أربعة أشهر وبإمكانياتهم الذاتية، وضعهم مجري جدا، لكن الناس أصحاب قضية. مشكلتنا دائما أن السلطة الشرعية هي من تخذل هؤلاء أكثر مما يكون. طيب الآن هناك حديث أستاذ عبد الهادي، هناك حديث عن يعني لجنة التهدئة تحدثت أن الحوثيين نقلوا صواريخ باليستية إلى منطقة باب المندب، هذا تصعيد عسكري، ما دلالته برأيك؟ هذا التصعيد العسكري الذي يجري في فترة ما عرفت بالهدنة الهشة التي جرت والتي يجري أو فرضت من الأمم المتحدة والضغط الغربي، هذه الجماعة تحسن وضعها على الأرض، تضغط باتجاه محورين، باتجاه ثلاثة محاور في تعز تحديدا، تضغط باتجاه المحور الساحلي المخابب المندب الحديدة، وتضغط باتجاه المحور الداخلي الجبلي كريش الراهجة إب، هذا المحوران الرئيسيان، ثم تضغط باتجاه المدينة التي تحاصرها من الاتجاه الشرقي والشمالي والغربي. هناك ضغط مكثف جدا وهناك تخاذل يصعب وصفه من قبل السلطة الشرعية لتعاملها مع القيادة العسكرية، سواء مع محور تعز أو الثلاثة الألوية أو المقاومة الشعبية. هذه المدينة أو المحافظة قلنا مليون مرة لكن لا يبدو أن أصواتنا تصل. هناك بعض المسؤولين. طيب هذه المحاور ومحاولة الميليشيا هذه المحاور ومحاولة الميليشيا التغلغل عن طريقها، هل تؤثر فقط على تعز أم أنها أيضا تمتد إلى محافظات أخرى في الجنوب؟ لا، هذه المسألة يبدو أن الإخوة في المحافظات الجنوبية لا يسمعون ولا يريدون أن يسمعون مثلهم مثل القيادة. لا يدرك الجميع أنك من أجل أن تزيح لديك قواعد جوية في منطقة العمد، مطار عدن، عدن نفسها كما المسافة الجوية، هؤلاء يعتبرون أنفسهم قطاع مستقل وبقية المحافظات قطاع مستقل، تعز مقدمة لحماية كل من لحج وعدن.
هذه الحقيقة التي يتعامى عنها الجميع. الآن المستهدف بدرجة أساسية هي عدم وقاعدة العناد. هذه الصواريخ وهذه المواد التي يجري حشدها، هناك حالة تقدم، هناك ضغط على مديرية الشمايتين الملاصقة لمديرية الوازعية، والمديرية الوازعية هي المشرفة على الساحل الجنوبي الغربي لمحافظة لحج أو ما يسمى بالخط الدولي. هناك حالة تقدم داخل هذا الخط، لا تستطيع المقاومة في تعز أن تعترض هذه التعزيزات الكبيرة بحكم إمكانياتها. ما هو من تسليح وصل إلى مقاومة تعز حسب ما يعرفه الجميع، ولا داعي للكذب ولا التشدق بشكل كبير. أسلحة لا تكفي لكتيبة مدرعة وكتيبة نفاع، هذه التي يجب أن نتكلم عنها. ما هو متواجد لدى الناس هي أسلحة كثيفة ومتوسطة، وهذه لا تستطيع أستاذ عبد الهادي أمام أسلحة حديثة ومتطورة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى الدكتور صادق الشجاع، أمين عام نقابة الأطباء بتعز. دكتور، هل هناك أي تواصل أو تنسيق أو جديد بخصوص ملف المنظمات الإنسانية الطبية الدولية والإغاثية في مجال المساعدة والإغاثة، وحتى مدكم بالإمكانيات اللازمة لمقاومة هذه الظروف الحرجة؟ حقيقة هنالك دور طيب للجنة الطبية العليا في مدينة تعز، والتي تشكلت بقرار من المحافظة الأستاذ علي المعمري في الأشهر الأخيرة، وكانت هذه اللجنة قائمة أيضا سابقا وليست بالشكل القانوني الكبير التي تعيشه حاليا المدينة. فاللجنة هذه تواصلت مع منظمة الصليب الأحمر، وتواصلت مع منظمة الصحة العالمية، ومع منظمة أطباء بلا حدود، الذي نقدم لهم الشكر الكبير من القطاع الطبي بمدينة تعز ومثلا باللجنة الطبية للدور الذي بذلوه حقيقة. ولولا المنظمات هذه، ولولا الدعم عن طريق مركز الملك سلمان، ولولا الدعم عن طريق المنظمات الأخرى وخاصة الهلال الأحمر القطري في مدينة تعز وأيضا سبل الخيرية، لتوقف العمل الطبي الخيري في مدينة تعز الذي يقوم على هذه الجهات الداعمة. فنقول لهم منا جزيل الشكر والثناء من كثير من جرحى تعز، من كثير من مستشفيات تعز التي تدعم حاليا، ولها نصيب كبير من المجهود الخيري، وأيضا اللجنة الكويتية في هذه المدينة، و ما يقوم به أيضا ائتلاف الإغاثة الإنسانية في مدينة تعز ممثلة باللجنة الطبية فيه، حقيقة يبذلون دورا كبيرا، ولولاهم لتوقف العمل الطبي في مدينة تعز. الدكتور صادق الشجاع، أمين عام نقابة الأطباء، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. أعود إلى المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، يعني في ظل وجود المحافظ المعمري في تعز الذي يبدو أنه يجتهد لتخفيف من معاناة المواطنين، كما تحدث بذلك الدكتور صادق الشجاع من قرار إنشاء اللجنة الطبية العليا بالشكل الجديد الذي يعني تستمر فيه كما تحدث الدكتور، ما مدى قدرة المحافظ على إنجاز مهامه في ظل القصف والحصار وكذلك الصعوبات المالية التي تواجه المحافظ؟ بالنسبة للقصف والحصار، وضعاً نحن على خط النار، ما لا يعيها الآخرين، هذه جبهة مشتعلة طولها يفوق على 100 كيلومتر، تبدأ مباشرة من الخط الفاصل بين محافظة لحج شرقاً مروراً بما يعرف بخط كرش الراهدة إب، وثم المدينة التي عليها مفروض طوقاً دائرياً، وينتهي هذا الخط في الساحل الغربي للمحافظة، ينتهي على حدود محافظات لحج الغربية، أكثر من 120 كيلومتر، جبهة مشتعلة في كل المناطق. مع هذا الناس تقية تتحملت، الناس ربما كما قال نابليون تقدم لحم للمدافع، هذا الوضع الحاصل. لكن مع ذلك لا يمكن أن إلا التخفيف من المأساة قدر الإمكان. في المقابل هنا عجز مالي كبير، الحرب دائما تعني اقتصاد، تعني إمكانيات، هذه منطقة دمرت. لا، مع رغم ما يبذله المحافظ وما تبذله شخصيات السياسية في المحافظة، قيادة المحافظة، الجيش الوطني، المجتمع بأكمله، لكن هذا لا يعطي المسؤولية الأساسية في توفير الإمكانيات.
ممارسة السلطة يقتضي شيئين، سيف المعز أو كيس دراهمه. نعم، إذا أشكرك المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.